اهلا بحضراتكم. كنا بنتكلم على مدار الحلقه ان النهارده اليوم العالمي للمراه، وان العالم كله بيحتفل باليوم ده عشان المجهودات العظيمه اللي ممكن بنلاقيها بتقوم بيها في المجتمع. شفنا تمكين كبير ليها في المجتمع في الفتره اللي فاتت، وكمان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عن المراه استوصوا بالنساء خير. خلونا نتكلم مع حضراتكم في الفقرة دي عن المرأة في الإسلام، كمان إزاي تم تمكينها في المجتمع، وإزاي المرأة مكرمة في الإسلام وليها مكانة خاصة جدا. معانا دكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منورانا في الاستوديو. صباح الخيرات على حضرتك. كل سنة وانتي طيبة. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات، كل سنة وكل الستات طيبين وكل مصر بخير وكل العالم إن شاء الله. مكانة المرأة في الإسلام، ننطلق من الحديث الأجمل لسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. نعم، هو يمكن الحديث ده جاي في خطبة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم. فإحنا لما نيجي نتكلم عن الإسلام عمل إيه للمرأة، لازم نعرف هي كانت عاملة إزاي قبل الإسلام إيه. يعني الكتب والتاريخ بيروي روايات يعني تفيد بعشوائية في المجتمع في التعامل مع المرأة، مفيش سيستم بالضبط كده في التعامل مع السيدات. يمكن لو قرينا رواية من العادات الجاهلية اللي كانت موجودة، عادة وأد البنات، ولقينا إن سببها بيحكي إن كان في راجلين غاروا على بعض، يعني كأنهم قاموا بحملة أو هجوم من واحد اسمه النعمان ابن المنذر ضد واحد تاني اسمه عاصم ابن قيس، وأخذ مجموعة من السيدات من قبيلة عاصم ابن قيس. فلما أخذها خدها على سبيل الأسرة، فجي النعمان ابن المنذر بقى وصلوا لتفاوض وصلح علشان يرجع الستات اللي هي اتخذت من القبيلة التانية. فبدأوا يتفاوضوا مع السيدات مين ترجع ومين تقعد، فأخذوا بعض البنات وافقت أنها ترجع، وفي واحدة منهم ما رضيتش أنها ترجع، ممكن تكون زوجة عاصم ابن قيس ده أو بنته، يعني الروايات اختلفت، أنها ما رضيتش ترجع لأبوها أو لقبيلتها تاني. فجي عاصم ابن قيس سن قانون في القبيلة وقال أن أي بنت هتتولد هيقتلها أو هيؤدها، وبقى دي عادة في العرب في الجاهلية. مشهد زي ده اللي يبص له يلاقي قمة العشوائية، يا إما الستات المنتصرات هم مكرمات والمهزومات هم مأسورات، وفي فتيات بيتم أخذ قرار في حقهم بالوأد أو بالقتل أو الدفن حي. فلما نيجي نقول الإسلام عمل إيه للمرأة، الإسلام أنصف المرأة، حط سيستم للمجتمع، حط نظام مجتمعي يمشي عليه، والنظام بدأ من أصل الخليقة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلما يبقى الرجل والمرأة أو المرأة أو الأنثى مع الذكر فهم أصل الخليقة، يبقى كل اللي هيجي بقى في الخلق من إعمار الأرض ومن استخلاف ومن كل الحاجات الكونية اللي هتحصل، المرأة هتاخد شراكة فيها. صحيح. هو ده الأصل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فيبقى لما كانت المرأة أصل الخليقة، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يبقى إذن هي هتكون شريكة في هذا الاستخلاف. فالإسلام بقى لما حب يرتب مكانة المرأة في المجتمع ده في الوقت ده، بدأ بتصحيح المفاهيم المغلوطة. يعني نظرة بقى المجتمع للمرأة، لا هي مش لم تكن شيئا، لما زي ما جت في بعض الروايات ان هي كانوا بيقولوا المرأة في المجتمع الجاهلي لم تكن شيئا، لان طبعا بيتاخد قرارات كتيرة في حقها، لكن الإسلام قال لا، هي أصل الخليقة، وأكتر من كده ان اي عمل صالح بتقوم بيه ربنا سبحانه وتعالى بيجزيها عليه خير وبيكافئها عليه. علشان كده ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى اذا لما يكون المراه هي يعني في تحت نظر الله سبحانه وتعالى بالاعمال الكويسه اللي هي بتقوم بيها، فمن باب اولى ان المجتمع بقى يرعاها. وبدات الايات القرانيه تحث او تدعو الى هذه الشراكه، يعني في البدايه الاول خدت حق البقاء، لان ده ما كانش اصلا موجود بالزبط. انها تبقى موجوده وانها تبقى على قيد الحياه اصلا. نعم. في حد ابسط الحقوق. نعم. ما كانش موجوده. نعم. الاسلام كرم المراه بانها اصلا في البدايه تعرف تعيش، تعرف تعيش وبعدين والعبادات بقى وصل بيها لانها تاخد حقوق كامله في كل حاجه، في العبادات، في الحياه الاجتماعيه والمجتمعيه، في الميراث، في كل شيء، من شخص لم يكن له الحق في الحياه. نعم. الى ان يتقاسم مع الرجال. اظن دي فتره قليله جدا، اللي هي فتره يعني نزول القرآن في الفترة الوحي فيها، ونزول الوحي وتأصيل التعامل كمان، يمكن ثورة مجتمعية ما حصلتش في أي مكان ده بالظبط. والتعامل الأصعب
هو التعامل مع العادات والتقاليد والأعراف. فلما يكون مجتمع بيسن القوانين والإسلام يسن له قوانين عكس القوانين بتاعته ويلزمه أنه هو يتماشى مع قوانين الإسلام ويربط له ده بالتشريع. يعني إحنا لما نقرأ في القرآن إن المسلمين والمسلمات مع بعض والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والذاكرين والذاكرات والخاشعين والخاشعات، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيربط وجودها بالتشريع نفسه علشان بعد كده مين هينكر ده. حتى دكتورة أميرة في الخطاب القرآني وفي الخطاب النبوي كمان فكرة التمييز، لا يوجد تمييز ما بين الرجل والمرأة، وده كمان يعني بيسد الفجوة الخاصة ببعض الشبهات اللي بيثيرها بعض الأصوات عن الإسلام إنه في تمييز ما بين الرجل والمرأة. ما فيش تمييز، هو يمكن حضرتك توضح لنا أكتر إنه طبعا. سواء في الخطاب القرآني أو في الخطاب النبوي أو حتى في مراحل التاريخية للإسلام كانت المرأة تقف جنبا إلى جنب، ولدينا قصص كثيرة جدا في المعارك وفي الحروب وغيرها المرأة كانت بتتقدم الصفوف. نعم، يمكن يعني أول ملف بعد مسألة تصحيح المفاهيم اللي الإسلام تطرق ليه إن هو يعطيها بقى الحقوق، وجه في السنة النبوية النساء شقائق الرجال، فده يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا لما يجي التشريع خطاب واضح وصريح ما فيش أي شبهة تمييز، وبالعكس ده يمكن برضو يعني دايما احنا لما بنيجي نقرأ في التاريخ يقول وبضدها تتميز الأشياء، دايما علشان الإسلام ما يبقاش معرض لفكرة انه هل ميز المرأة، هل أنصفها، هل هو قلل من شأنها. لا، اللي يبص المجتمعات، المرأة في المجتمع الجاهلي كانت تورث هي شخصيا، يعني هي كامرأة لو توفي زوجها يبقى هي احد ممتلكاته او احدى ممتلكاته، اللي بعد كده ولاده او ورثته يجوا يقولوا لها طيب هتفتدي نفسك بقد ايه من المال، ولا تتجوزي فلان، ولا يعني ده كل ده الاسلام نظمه تماما وانزل قران فيه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. يعني ده بشكل صريح. لو رحنا بقى على تمكين المرأة نفسه من حقها المالي، ده بقى إذا كانت هي نفسها كانت تورث، لا الإسلام بقى ادها حاجة تانية اللي هي الحق المالي، إنها لها ذمة مالية مستقلة، يعني ببساطة كده الفلوس بتاعتها. يعني ده يعني الإنسان الذي لا يملك قوته لا يعرف يجيب فلوس ولا يعرف يتحكم فيها ولا يملك شيء، لكن الإسلام لما قال المرأة ادها الحق ده كامل وقال ان هي لها ذمتها الماليه المستقله، الفلوس بتاعتها من حقها تملكها، تاجرها، توهبها لاي حد، وما ينفعش اي حد ياخد منها اي شيء من هذه الاموال الا بطيب نفسها. أيوة. يعني دي مرتبه اعلى من الموافقه. ومين المخاطب بقى باستشعار طيب النفس؟ الرجل اللي هيقول لها اديني وبعدين عم تفرج، اديني دلوقتي وبعدين نبقى نشوف الحكايه دي. لا ده الى حين ميسره. لا ده الاسلام موجه له هو الكلام، هو اللي يستشعر طيب النفس، فقال فإن طبنا لكم اللي هم مين للرجال عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. طيب لو قالت له أنا مش عايزة أديك والفلوس دي بتاعتي وحقي، يبقى العلاقة انتقلت فورا لعلاقة دائن ومدين. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. خدت منها حاجة بدون رضاها أو بدون إذنها أو هي مش هتديها لك بطيب نفس، يبقى تكتب لها نصيبها في الحاجة دي. ده قمة الضمانة لحقوق المرأة المادية ابتداء. يعني دكتورة أميرة قبل ما نروح موجز الساعة 9 كنا بنتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة وجعل ليها ذمة مالية منفصلة، بالإضافة إلى أنها ليها الحق في أنها ينفق عليها عن سعة أو عن يعني حد كل واحد حسب مقدرته من الأب ومن الزوج، وإذا لم يتواجد الاثنين فمن الأخ. وبالرغم ده هي ليها بقى ذمتها المالية المنفصلة، تكريم ما بعده تكريم وتأمين ما بعده تأمين. نعم، هو يمكن يعني لو لما نيجي نبص للحالة اللي حضرتك قلتيها دي أو للنموذج ده، ده يعني قمة التأصيل للعلاقات الأسرية أو الترابط المجتمعي بين أفراد الأسرة، بين المجتمع، بين الناس جوه الأسرة. مش معنى إن هي لها ذمة مالية مستقلة وإن الفلوس بتاعتها هي، يعني الإسلام في الحتة دي لما ألزم الرجل اللي هو ينفق عليها خاطب فيها احتياجها للأمان. خاطب فيها الاحتياج الفطري للامان. يمكن هي تقدر على توفير الامان لنفسها بشكل طبيعي جدا في الحياه، يعني تقدر تشتغل وتصرف على نفسها وتوفر فلوس لنفسها وتقدر تحافظ على نفسها بالامان النفسي جدا 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 وتامن جسدها وتبقى يعني عندها عضلات وكل حاجه. لكن
كل المتخصصين والمتحدثين في علم النفس قالوا ان المرأة لما تكون في 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 الأسرة بتحتاج الى توفير هذا الأمان نفسيا من الرجل اللي معاها في الأسرة، يعني فطريا يعني. فهو عشان كده الدين اداله بقى الحاجات دي عشان يحصل التكامل الاسري بقى، هو يدي لها احتياجها وهي تطلب كمان منحها حق الذمه الماليه المنفصله والخاصه. والنص القراني كمان واضح يعني نعم. للرجال اكتسب يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني لها نصيب وهو له نصيب. نعم. طيب من الحقوق الماليه واللي حفظها الاسلام للمراه الى حقوق اخرى كثيره جدا. نعم. حق في التعليم، في التربيه، حتى الحقوق يا فندم النفسيه والاجتماعيه المعنويه نفسيه طبعا. المراه نعم. كيف يتعامل معها الرجل او نعم. كيف يتعامل معها المجتمع بكل اطيافه نعم. حقوق كثيره جدا لو نعم. حابين نتكلم يعني سريعا على هذه الحقوق اللي اقرها الاسلام ونبدا حتى بفكره الحق في التعليم والتربيه نعم. هو الحق في التعليم احنا هنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا ببيته بدا يقدم هو النموذج علشان يوصل للحاله اللي هو قالها في خطبه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم، فهو قدم ده النموذج. وكانت السيده عائشه هي من افقه النساء، وكان عطاء ابن ابي رباح كان بيتكلم على السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ويقول لم ارى احد يتكلم في الفقه ولا في الطب ولا في علوم الدنيا من عائشه. وستنا ام سلمه كانت بتروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد انها يعني روت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكره انها تروي الحديث، يعني هي بتقعد وتسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظه وتسجله وتفهمه وتبدا ترويه للصحابه ومن ياتي بعدهم. فوصلت لعدد الاحاديث اللي روتها 387 حديث في بعض الروايات، والبخاري ومسلم يعني وثقوا في بعض روايات السيده ام سلمه. كذلك عندنا اسماء بنت ابي بكر الصديق كان ليها مشاركه المجتمعية. فالإسلام في حق التعليم هو بدأ بأهل بيته وكانت السيدات كانت تلجأ للصحابيات والفضليات ويسألوهم عن أمور الفقه وأمور الدين وأمور الدنيا ويقول لهم عرفوا إيه من نصر. يعني كانت فقيها في الدين وفقيها في الدنيا. نعم هو ده اللي قال كده، قال فقيها في الفقه وفقيها في الطب. صحيح. وعلشان كده يمكن كانوا أهل السيدات أو الفضليات الصحابيات الكرام كانوا أهل ثقة للأنبياء وأهل ثقة للصحابة. يعني نذكر جميعا الرواية المشهورة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج ياخد قرار في صلح الحديبية اللي هو ان هو يرجع وما يكملش الاحرام بتاعه، وقال للصحابه يلا احلقوا وانحروا الهدي بتاعكم، محدش سمع كلامه. فدخل واستشار ستنا ام سلمه فقامت قالت له ما تتكلمش معاهم خالص، اخرج وابدا بنفسك، احلق شعرك وانحر هديك. ومشورتها الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها، والصحابه سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمشوره اللي اشارت عليه ستنا ام سلمه. ده بالنسبه بخصوص مساله حقها في التعليم. لكن بخصوص بقى الحقوق النفسية والحقوق المعنوية، ده الإسلام يعني نبه جدا على حسن معاملة المرأة وحسن عشرتها. ويمكن البداية عند الحديث استوصوا بالنساء خيرا، لا أكتر بقى من كده، إن الإسلام نبه على إن الراجل ما يبغضش أو ما يعبرش بتعبيرات يحسس المرأة إن هو يكرهها، حتى بالإيماءة بالوجه ولا أي حاجة خالص، ده بالعكس يعني مش بس الكلام حتى بالنظرة. والإسلام إداله استراتيجية تانية لو أنت زعلان منها أو بدأت تشوف فيها حاجات مش عاجباك، لا اعمل إيه بقى؟ فتش في حسن صفاتها، فتش في الحاجات الحلوة اللي فيها، الإيجابيات الجميلة اللي فيها. فالحديث واضح، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. دور على الحاجة الحلوة اللي فيها، ما تركزش مع الوحش. وكمان الإسلام حرم على الرجل إن هو يفشي سر زوجته، وقال في الحديث إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة إن الرجل اللي يخرج وينشر سر زوجته ويحكي مع أي حد عن أي حاجة تخص زوجته. يعني قمة اللي هو يحافظ عليها وإن هو يرعاها وإنها تكون في رعايته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قول صريح، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأنت عيب بدل ما تقول أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شوف هو كان بيعمل إيه. هو حط الخيرية كلها في إنك تبقى خيرك ده رايح لأهل بيتك، ما يكونش رايح لحد تاني. ونبه على ان من حسن العشرة ان الراجل يأكل زوجته من الاكل اللي هو بياكل منه، ويكسيها من المستوى اللي هو بيلبس منه. يعني ما ينفعش يبقى بياكل هو في حاجة كويسة ويقول لها مثلا ماشي انت حالك بأي حاجة عندك، لا
يعني يطعمها مما طعمت ويتكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني حتى ما يتلفظش بأي لفظ يشعرها بالإهانة فيه ولا أي حاجة. يعني الإسلام كان واضح جدا في المحافظة على معنوية المرأة وعلى نفسيتها، ويمكن ده ينبهنا أو ينبه الستات إنها تبدأ بقى يعني تكون فاهمة إن التشريع معاها والقانون معاها والواقع معاها كل حاجة، فاضل بقى هي تبقى طول الوقت مؤمنة بقدراتها، مؤمنة بإمكاناتها، وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلهاش أقل، وهي لها أهلية، والأهلية طب. دي تخليها تأدي أدوارها بمنتهى البراعة ومنتهى الأريحية، وتعرف إن أي مكان هي هتحط إيديها فيه هيثمر وهيكون أثره إيجابي على نفسها وعلى المجتمع، وتنطلق ومعاها الشرع ومعاها القانون ومعاها العرف ومعها الواقع المجتمعي الحمد لله اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الحمد لله كل الابواب تقريبا متفتحه قدام الست يعني بالواقع الحمد لله. يعني اكيد احنا سعداء جدا بوجودك معانا دكتوره اميره رسلان، عضو هيئه التدريس بجامعه الازهر وعضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. نورتينا وشرفتينا وطمنتينا كمان عن يعني ان الامور كانت موجوده من قديم الازل، وان الاسلام كرم المراه من سنين السنين، واللي بيحصل دلوقتي نتاج لعقيدتنا ولشريعتنا الاسلاميه. طبعاً. كل الشكر ليكي دكتوره، نورتينا وشرفتينا. نورتينا وشرفتينا دكتور.